السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا بالنسبة لي انا، بتبقى طعمها حلوة قوي ومشبعة على نظام الكيتو. هنعمل مع بعض دي بوري القرنبيط او الزهرة، في بعض الدول العربية بيطلقوا عليها اسم الزهرة. زي ما احنا شايفين كده، انا بجيبها وبغسلها حلو جدا وهفصصها زهرات او وردات زي ما احنا شايفين، وهبتدي احطها في مية سخنة مغلية، واحط مع المية السخنة رشة كمون وملح واسلقها سلق جيد جدا، وبعد كده هنشوفه هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده، جهزنا اناء على النار او حلة فيها مية، كمية من المية بتغلي. هضيف عليها حوالي معلقة صغيرة ملح، وهضيف كمان معاها رشة حبة كمون او ربع معلقة كمون، وهبتدي اضيف الزهرات عشان تسلق. انا عايزة اسلقها سلق جيد جدا عشان لما اجي اعملها بوريه تبقى بالنسبة لي سهلة وطريه زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اغطي عليها واسيبها تسلق بقى براحتها خالص لحد ما تستوي. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي، دوت الزهره بعد ما اتسلق او القرنبيط سلق جيد جدا. هنحتاج بقى معانا بقدونس او كزبره، هنحتاج كريمه الطهي زي ما احنا شايفين، وهنحتاج كمان معانا فصين ثوم وقطعة زبدة. هنبتدي بقى اول حاجة هنعمل ايه، هنفرم القرنبيط او الزهرة في الكبة، عايزينه يبقى بوريه. هنفرمه ناعم جدا زي ما احنا شايفين كده. هبتدي اجيب الكبة واحطه في الكبة وابتدي افرمه. عشان عايزاه يبقى ناعم جدا احط بقى كمية كمية وابتدي ايه افرم. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، انا هبتدي افرم الكبة على مرات كده لحد ما يتفرم. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي، دوت القرنبيط بعد ما عملته بالكبة بقى ناعم خالص بوريه زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي بقى على النار نجهز بقى الطاسة او مقلاية، وهنبتدي نعمل القرنبيط البوريه مع بعض ونشوف خطواتنا ازاي. زي ما احنا شايفين كده، الطاسة او مقلاية على النار، هضيف فيها قطعة الزبدة اهي، وهكون انا زي ما وريتكم كده فصين توم بالظبط انا طحناهم او فرماهم. وهبتدي انزل التوم يدوب بس كده، يعني انا عايزاه بس ياخد اصفرار خفيف كده وريحته تطلع، يبقى حلوة جدا. قرنبيط بوريه القرنبيط بيبقى او الزهرة تغيير، وبيكون طعمه كمان حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده، يا دوب بس ابتدى الثوم ان هو هيصفر. هضيف الفلفل الاسمر، انا بحب احط الفلفل الاسمر اثناء السمنه كده، ما او الزبده ما بتكون يعني بتقدح كده، بحيث ان هي اعمل زي تحميصه للتوابل بيطلع ريحتها. شايفين ادي الثوم ابتدى هو لونه يصفر. هبتدي اروح منزله القرنبيط، وهبتدي ادعكه مع الثوم. زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان هو يبتدي كل القرنبيط يدخل فيه ريحة ونكهة طبعا الثوم والزبدة. هنضيف رشة ملح، ونقلب. عايزين القرنبيط كده ياخد تقليبة حلوة. وطبعا الملح بقى الحدق، طبعا كل واحد حسب هيدوق حدقه.
وهفضل اقلب كده. طبعا انا لما طلعته من السلق حطيته في مصفى بحيث ان هو يكون نزل كل ميته، تمام. وانا هفضل بردك كده على النار معاه فترة شوية عشان انا عايزاه يشد خالص، ما يكونش فيه مية، افضل احمر فيه كده. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي اتحمرت. هضيف بقى رشة كمون، طبعا انا كنت حاطة كمون في السلق مع المية، بس برضك هضيف رشة صغيرة. وبعدين هضيف كمان كريمة بقى الطهي عشان تديها طعم كريمي كده حلو، وهبتدي اقلبها. تيجي بقى تترى كده وتدي طعم حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. هفضل اقلب فيها شوية. واخر حاجة هنضيفها هي البقدونس، اللي حابب يجيب كزبرة تمام، بقدونس او كزبرة. وهتبتدي تتقلب تقليبة كده مع بعض، ريحتها حلوة جدا جدا، وهتبقى بوري قرنبيط او بوري الزهرة حلوة خالص. يدوبك بس تقليبتين كده نحطي عليها ونشوفها بقى في طبق التقديم. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي هيكون دوت طبق القرنبيط، بوري القرنبيط. انا هاخد معايا قطعتين لحمة شوي، وهناخد ليمونة زي ما احنا شايفين كده، ويبقى طبق وجبة كاملة متكاملة حلوة جدا جدا على نظام الكيتو. اتمنى يا رب اللي شاف الفيديو وعجبه يشترك في القناة ويفعل الجرس ولايك وشير لكل اصحابنا، وان شاء الله مع فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.